بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 1/7/2022، يوم سعيد ويوم مبارك واول شهر ان شاء الله ربنا يجعله مبارك على امه محمد عليه الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف اللحم مع المعلمين. صباح الخير يا معلمين. صباح الفل يا معلم. كل سنه حضرتك طيب. تعرفوا باسمه نبيل محمد خليفه ابو المطامير. المعلم نبيل محمد خليفه ابو المطامير وتجار ابو المطامير، الناس المحترمين مين اللي مشرفين نفسهم في كل مكان. اسعار اللحم يا معلم النهارده؟ النهارده ب 77 جنيه. الله اكبر، 77 جاي وهيبقى ب 80 جنيه ان شاء الله. ان شاء الله يوصل 80 ان شاء الله. اللهم صل على النبي. مش كل اللحم مش كل حاجه على قدها طبعا. الله يبارك لك يا معلمي. الله اكبر. اللهم صل على النبي على الماء، فرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الماء. يا جماعه النهارده في ابو المطامير اللحم التقيل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. الله اكبر. مال ايه يا حاج؟ بسم الله ما شاء الله. رقم التليفون لا ابدا. ماشي يا معلمي. ان شاء الله يا باشا. طب عامل كام طاب العجل ده؟ ان شاء الله عايز 32,000 بامر الله. 32,000 يعني تقريبا ميزانه كله على الله. تقريبا ميزانه قد ايه كده؟ 20 420 420 430 32,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي. طب امال اللي يحب يتواصل معاك يتواصل معاك ازاي؟ لا انا كده تمام. الله يبارك لك. الا التواصل من التليفونات حبيبي يا حاج. صباحك ابيض. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. ابو المطامير عزبه الشركه. ابو المطامير عزبه الشركه. البلد ذات نفسيها. الله يبارك لك يا معلمي. عند جامع الشيخ ابو حكم. عند جامع الشيخ ابو حكم. اللي عايزنا يجي لنا مكاننا معروف. الله ينور عليك. نهارنا ابيض ان شاء الله يا معلمي. الله يبارك لك. صباحك ابيض ان شاء الله. اللهم صل على النبي على اللحم النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. اسعار اللحم النهارده يا معلمي؟ الاسعار خير ما لحد. يعني الكيلو ماشي كام جاي من النهارده؟ من 70 لعند 71 و72. مش كل اللحم. مش كل اللحم. الله يبارك. الله يبارك لك. 75 اللحم. نتعرفوا باسمك مش تاجي؟ صبحي عبد رب منصور جمعه القطعاني من بغوص. ان شاء الله بغوص ايه؟ 80 جنيه يا صبحي. قول على مفيش 80 جنيه. العمريه يا معلم ولا فين؟ لا من المطامير. ابو المطامير الله يبارك لك. المعلم صبحي 75 و72 75 و72 وب 80 جنيه. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على العجول والذكور. اللحم النهارده يا جماعه. الله اكبر. نعم في اسعار. في اسعار طبعا عشان العيد. اللهم صل على النبي. ادينا رقمك يا عم صبحي. حد يعوز حاجه ولا بتاع يتواصل معاك برضه؟ اي حد يعوز حاجه يتواصل معاك. الله يبارك لك. كام الرقم يا عم صبحي؟ الغلابة عايزة تاكل وتعالى. ايه الغلابة عايزة تاكل؟ عندكم انتوا 80 جنيه احنا وزوجتك. طب ما وصلوش ب 80. الله يبارك لك يا حاج صبحي. الله يبارك لك. كل حاجة على قدها طبعا. اللهم صل على النبي. مش كل اللحمة طبعا. الله يبارك لك. ب 65 جنيه نوزلها. وب 65 مش كل اللحمة. الله يبارك لك يا معلمي. يلا. كل حاجة على قدها طبعا. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ادينا رقم يا عم صبحي. كام؟ ادينا رقم. ادينا الرقم عم صبحي يا احمد والله. اللهم صل على النبي يا جماعه. اللحم الثقيل النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. قولوا لي طبعا مش هنشوف التليفون. طيب اكتب 010 010 00 00 2 2 3 3 6 6 1 1 1 1 7 7 معاك رقم اخوك عطيه. ماشي يا حاج عطيه. نهاركم ابيض. مش تبع الحاج صبحي؟ تبع الحاج صبحي. الله يبارك لكم. في دكان الجزار. الله يقويكم يعينكم. تجار اللحم الثقيل يا جماعه ابو المطامير وتجار ابو المطامير. المعلم صبحي الله يبارك له ويصلح حاله ويجعل صباحك ابيض ان شاء الله يا حاج صبحي. الله يبارك له. كل سنه وانتم طيبين. الله اكبر. اللحم الثقيل يا جماعه النهارده. اللهم صل على النبي. معلم راضي الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صباح الخير يا حاج. ازيك يا ابن ناس؟ اسعار اللحم يا معلم النهارده؟ محمد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللحم الثقيل يا جماعه في سوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عمدي. كل سنه حضرتك طيب. تاجر ولا جناح؟ ايه تاجر. منين حضرتك؟ من السناوي. السناوي تبع ابو المطامير؟ ان شاء الله. الله يبارك لك. اسم حضرتك ايه طيب؟ محمد عوض عباد. المعلم محمد عوض عباد. الله يبارك لك. الاسعار عامل ايه في العجول والذكوره دي؟
الاسعار معاك من 70 ل 75 و 80 كيلو. من 70 ل 75 ل 80 الكيلو جاي من الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب الرجل الاولاني ده عامل قد ايه؟ ده؟ ايوه. ده عامل 28,000 واللي فريحه الابيض ده؟ لا ده مش كده. كم العجل الابيض ده والابيض؟ يا عم ده يا راضي اللهم صل على النبي يا راضي الله اكبر. كم العجل الابيض ده؟ طب معاك رقم تليفون لو حد اسحاته وصل معاك؟ ايه رقم تليفون؟ ماشي يا معلم. صباحك ابيض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. تجار زي ما انتم شايفين اهو، بقول لك ما تصورش براحتكم. الله اكبر. معلم معلم ابن معلم اوعى كده يا استاذ انت الوقت. الله اكبر على اللحم التقيل. صباح الخير يا عمدي. ربنا الله يرضى عليك يا راجل مطلوق. ما احنا الله يقويكم الله يقويكم يا حاج. امسكوه يا عم ماسكينه اهو. اللحم عامل ايه النهارده يا حاج؟ العالم زهقان يا جماعه، هي زي ما انتم شايفين ما حدش عارف الدنيا فين. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عمدي. عامل كامل العجل ده والله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على اللحم الثقيل النهارده. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا رجاله. اسعار اللحم ايه النهارده في سوق ابو المطامير؟ اجتهاد. يعني من كم لكام؟ يعني اجتهادي من 70. اللحمه السوبر الثقيله شويه ممكن تمسك 75. الله يبارك لك يا معلم. النتايه طبعا النتايه بتبقى اقل شويه. النتايه اقل بس السحب عليه اكثر. السحب عليه اكثر. ايه السحب عليه اكثر؟ لانه طبعا الناس بتحب اللي هي النتايه طبعا عشان تحصل سعرها اقل وبتجيب لحمه. سعرها اقل وبتجيب لحمه ياما. الله يبارك لك. البنات بتبقى كويسه. البنات بتبقى حلوه يا طبعا. انا اتذكر. الله يبارك لك يا معلم. تاجر ولا قناع؟ ولكني انا والله الاثنين ماشيين مع بعض. يا الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك ويقويك. بسم الله ما شاء الله. الناس يعني لولا القصه بتاعت المرض ديت كانت هتسمع دعايه يقول لك رب ضربت النفس. انا هعدي ال 100 الكيلو عشان الناس تعرف تعيط. الله يبارك لك. الحمد لله. الله الحمد لله والشكر لله. طب معك رقم تليفون حد يعوز حاجه يتواصل معك برضه؟ الله يبارك لك. كام؟ 0100 95 48 214. قاعد فين يا معلم؟ انا هنا في قوم الفرج. قوم الفرج ابو المطامير. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. ما تعرفناش باسمك. طيب عجرم الحوتي. مع حاج رمل الحوتي. عجرم عجرم الحوتي. يا عم الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج حبيبي. احسن ناس عيت الحوتي والله. وائل زعيط تشرفنا حبيبي يا غالي. الله يكرمك. الله يبارك لك يا غالي. الله يبارك لك واسمع حاجه. قناه المواشي اليوم. طيب ما تعمل لي اشاره. طيب على حاضر. قناه المواشي اليوم على اليوتيوب تحت امرك. تهنس وتنور يا معلمي. صباحك ابد ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. واشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. وكل عام وانتم بخير على الامه العربيه داخل مصر وخارج مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.